لدينا فتاتان متفوقتان هنا، انظري إلى نظارتها، شكلها مضحك. إنهما يسخران منا، صحيح؟ واحد، اثنان، ثلاثة، ساوي تغليغ أنفك قليلاً. شو؟ أوف، هذا أفضل بكثير. يا للهول، توقف. أنساتي، هل تريدان ركوب سيارتي الجديدة؟ مهلاً، إنها بالخارج. لا يهم. هذه الحركة، ثم هذه. أجل، أنا أتقن الرقصة. ما الذي تفعلينه؟ توقفي وتنحي جانباً. رقصتك سيئة، تحتاجين إلى مقطع تيك توك مميز. هل أنت مستعدة؟ هيا، المسي إصبعي. واو، هكذا، هذا أفضل. نحن الآن على استعداد للخروج. لا أستطيع رؤية شاشة هاتفي، أحتاج نظارتي. واو، إنه رائع، شكراً جزيلاً. العفو، أنا حاضر للخدمة. يا إلهي، انظري إلى هذا، أنا جادة، انظري. تشاهد هاتان الفتاتان مقطعي. حصلت على إعجابات كثيرة، يبدو أني نجحت في شيء أخيراً. أجل، إنه مبهر للغاية. أحتاج لغرض من الخزانة. يا لوسامته. وداعاً، أراك لاحقاً يا جميل. يا إلهي، إنه أمامي. أهلاً. لم يلاحظني حتى، هذا ظلم. أوه، هل تبكي تلك الفتاة؟ إنها تبكي بالفعل. هل يمكنني مساعدتها؟ أعلم أنها معجبة بجارد، سأتحدث إليها. مرحباً، هل تبكين بسبب جارد؟ انظري، يمكنني مساعدتك في جذب انتباهه. هذا صحيح، خذي هذا السوار ونفذي ما سأقوله. حسناً، يمكنني فعلها. آمل أن تنجح هذه الفكرة. حسناً، أولاً سأخلع سترتي، ثم سأرتديها بالمعكوس. انتهيت، حان وقت السوار. ستكون هذه الجزئية صعبة قليلاً. يجب أن أمسك الطرفين خلف ظهري وأمررهما عبر السوار. بعد ذلك سأسحبهما بهذا الشكل. والآن سأغلق زر الطرفين في الأمام وسأدسه تحت السترة حتى لا يكون مرئياً. ممتاز، سأخلع نظارتي الآن وأفرد شعري. حسناً، أظن أني مستعدة لاستعراض مظهري الجديد. واو، من هذه الجميلة؟ إنها رائعة. أحضرت لك هذا الدب لأني أعرف أنك تحبين الدم المحشوة. ماذا؟ من أين جاء هؤلاء الشباب؟ تبدو هذه الحفلة رائعة. حسناً، هذه فرصتي. خذ نفساً عميقاً. هاي، كيف الحال؟ هل سمعتما أي بودكاست شيقاً مؤخراً؟ انظر هناك، أليس هذا رائعاً؟ ماذا؟ أين ذهب؟ لقد هرب مني. لا بأس، يمكنني المحاولة مجدداً. هاي، حفلة رائعة، ها؟ المعذرة، تذكرت شيئاً مهماً. هاي، حفلة رائعة، صحيح؟ آسفة، لدي مكالمة مهمة. أجزم أن هاتفها لم يرن. لا أعرف الخطأ الذي أرتكبه حتى. هاي، إلى أين يذهب الجميع؟ ذهبوا الجميع لرؤيته؟ هذا غير منطقي. ما المميز فيه؟ فهمت، شعره وملابسه وشوم أيضاً. كيف يمكنني منافسة ذلك؟ لكن الجميع يحبونه. ما هذا؟ مجلة حول موسيقى الروك؟ وشوم مؤقتة؟ هذا رائع. واو، إنها رهيبة، سأجربها الآن. حسناً، أنا مستعد للوشوم. سأرفع كمي وأضع الوجه، سأبلله الآن. يبدو أنه يلتصق جيداً. سأزيل الورقة وأرى النتيجة.
واو، إنه رائع ويبدو حقيقياً. حسناً، حان وقت حضور الحفلة بوشومي الجديدة. هذا صحيح، غيرت شعري وملابسي أيضاً. سأبهر الجميع. آه، الوشوم. هم، هاي. أعني، هاي، كيف الحال؟ أوه، انظري إليه. يجب أن أتحدث إليه. ها؟ ماذا حدث؟ وشومك رهيبة. لا يهم، لدي فشار على الأقل. لنلتقط صورة سيلفي، ابتسموا. أي قميص أفضل؟ يا إلهي، هل ستخرجين بهذا الشكل؟ كلا، مستحيل، تحتاجين مساعدة. لن ترتدي هذا القميص. ما التالي؟ شعرك ووجهك. سأزيل ربطة شعرك ونظارتك. ستساعد الإضاءة وكريم الأساس وظل العيون بلون مناسب. الإكسسوارات لازمة. حان وقت لبسك الآن. بدلي لبسك. غير مناسب. غيري. أجل، هذا اللبس رائع. قبل وبعد، يا له من تحول مظهر هائل. لم يستغرق مني، أقصد منا، وقتا طويلا. الشعر أسهل جزئية، اتركيه مسدولا فحسب. هذا أفضل مظهر لك برأيي. أوه، الجرس، ستبدأ الحصة. أوه، تصعب الرؤية بدون النظارة. واو، هاي، أنا جوي، تبدين مذهلة اليوم. هل يمكنني الحصول على رقمك؟ لحظة، أحتاج إلى قلم. لدي قلم. حسناً، سأكتب رقمي على ساعدك. انتهيت، هذا هو رقمي. شكراً، سأتصل بك لاحقاً. يا إلهي، لا أصدق أن ذلك حدث لي. ما هذا؟ ورق التواليت عالق في حذائه. يا لسوء حظي. يجب أن أتأكد من أن مكياجي. يا إلهي، هل هذه كيت؟ تبدو مثل جثة. لم أرى في حياتي بشرة باهتة مثل بشرتها. صباح الخير يا آني، أنا سعيدة لرؤيتك. ها؟ قلت صباح الخير، هل هناك مشكلة؟ هل تمزحين معي يا كيت؟ انظري إلى وجهك، لكن استعدي للصدمة. أنت محقة، تبدو بشرتي شاحبة جدا. هل بشرتي شاحبة دائما ولم ألاحظ ذلك؟ نعم، للأسف. لكنك محظوظة لأني أستطيع مساعدتك. سترين، سأجعلك تبدين رائعة، لكن أحتاج إلى بعض الأدوات. سأستخدم زيت الأطفال وهذا المكياج، ثم سأحتاج إلى هذه العصا أيضا. في البداية سأقشط بعض البودرة بالعصا. حان وقت الخطوة التالية، سيسحره زيت الأطفال. سأحتاج إلى نزع غطاء الزيت. حان الآن وقت استخدام البودرة. سأستخدم العصا لجمع بعض البودرة وسكبها في الزيت. انظري، تذوب البودرة في الزيت. تمام، هذا يكفي. سأعيد الغطاء إلى مكانه، وحان وقت رز العبوة. أترين، لقد تغير لون زيت الأطفال، شكله جميل. انظري إلى ما لدي لحل أزمتك، سيساعدك في حل مشكلة بشرتك الشاحبة. هل أنت متأكدة من أنه سيساعدني؟ ما عليك سوى وضع القليل منه على بشرتك وستبدو متألقة. سأبدأ بكمية قليلة، يجب ألا أضع الكثير. عظيم، الخطوة التالية وضعه على بشرتي. سأفركه على خدي ثم على ذراعي أيضا. يجب ألا أنسى الذراع الآخر. لا أستطيع أن أصدق ذلك، إنه يعمل. تبدو أقل شحوبا بالفعل، كما لو كانت بشرتي تتوهج وتتألق. لقد كنت محقة يا آني، لقد ساعدني كثيرا. ياه، بشرتك متألقة. واو، تبدو بشرتي مشرقة للغاية. حان وقت الحصة. يا إلهي، يبدو أن هناك شمس حقيقية في صفي.